توا اتليتيزمه الاسبوع الثالث على التوالي، نحكيو على العاب القوى. ما ان شاء الله شويه اخر يكون حاضر معنا سي حمادي بن سعيد المدير الفني للجامعه التونسيه لالعاب القوى، ومعنا في الاستوديو السيد طاهر الزرعي نائب رئيس الهلال الرياضي بالقرب الرقاب. الفريق هذا الكبير اللي صنع لنا ابطال كبار ومازال باش يصنع لنا ابطال كبار كما مروه ابو زين لا ديزيام اللي كانت في المونديال، واليوم زاد عبد السلام العيوني باش نزيدوا نعاونوها اكثر. مرحبا بك سي طاهر. بيك يا عايشك اختي ثوريه، مشكوره على الدعوه. تحيه من الرقاب، من الهلال الرياضي بالرقاب، من مؤسسي الهلال الرياضي بالرقاب، من ابطال الهلال الرياضي بالرقاب، اللي كل مره نلقوا روحنا اننا مدفوعين للظهور. ليس غايتنا هي الظهور، لكن حمايه عدائنا ودعم عدائنا كما قلت سي عبد السلام العيوني، مروه ابو زياني، احمد سيف القادري، جميع العدائين اللي مازالوا ان شاء الله ابطال قادمين على مهل. ومشكوره مره اخرى على الدعوه. مرحبا بكم. كان حاضر معنا سي حمادي، حاضر سي بازونكور به، مش مشكله نستناو شويه سي حمادي سينو ناخذوها بالهاتف زميلتي اسلام. سي طاهر، اليوم كي نحكيو على سيدي بوزيد، كي نحكيو على الالعاب، العاب القوى اللي براتيكمون تركيز كبير عليها في الجهه، نحكيو على الاولمبيك، نحكيو على الهشرية عديده الفرق، والحظوه بالنسبه لهذه الرياضه في سيدي بوزيد، فاش نجموا ندعموها اكثر؟ مش كان رقيبه سيدي بوزيد كامله. شوف، احنا كي نتحدثوا على الهلال الرياضي بالرقاب نتحدثوا على سيدي بوزيد، لان في سيدي بوزيد مشاكلنا مشاكل واحده، ولكن في نهايه المطاف كل جمعيه عندها مستوى اخر من المشاكل. واحنا كنا زرنا الاسبوع الفارط الهلال الرياضي بالرقاب، ولا مرحبا. سيدي بوزيد اشكاليتها متعدده. الاشكاليه الاولى هي اشكاليه بنيه تحتيه. ولايه فيها سبع جمعيات اختصاص العاب قوى بدون مضمار. سبع جمعيات في ولايه، احنا ما نجموش نقولوا مثلا علاش الجمعيات الكل ماهيش جمعيه واحده، براتيكمون زوز جمعيات. اذا احنا عندنا مركز العاب القوى في سيدي بوزيد قديش يضم طاقه الاستيعاب؟ 20 21 قديش؟ في اقصى الحالات 20. في اقصى الحالات، في اقصى الحالات. علاش التفكير الجمعيات الكل ما خممناش في جمعيه ولا اثنين جمعيات؟ علاش ثمانيه؟ علاش الكثره؟ شوف، ما نجموش يكونوا جمعيه واحده لاعتبار اول، لانه المعتمديات فيها جمعيات. معتمديات فيها جمعيات. إذا باش تعمل أنت جمعية واحدة متمركزة في مركز الولاية باش تحرم لا لا لا، معناتها أنا حبيت نقول اللي كي نشابوتيو مثلا هكا برشا جمعيات حتى على مستوى الحظوظ في المركز ألعاب القوى في سي بوزيد، كيفاش تكون معناتها العمل؟ لا، في نهاية الأمر هكاك، إذا يدخل كل جمعية يدخل زوز عدائين ومن بعد تجمعهم بعضهم جمعية واحدة باش تكون نفس العدد. فوالا، نفس العدد. اكزاكتلي. إذا نحبوا نخدموا العاب القوى، مش انه تكون ثم جمعيه واحده، وما تكون طاقه الاستيعاب نتاع مركز العاب القوى تكون اكبر. اذا احنا نحبوا نحلوا المشاكل حسب فنون حل المشاكل، لانه حل المشاكل فن. العاب القوى بطبيعتها كي تبدا الدوله في احسن حالاتها تلقى عندها مشاكل، فما بالك احنا في ضمن الظروف اللي تمر بها الدوله التونسيه والامكانيات الماديه نتاع الدوله التونسيه، دونك المشاكل نتاع العاب القوى باش تتفاقم. واللي انا نحب ننطلق من وضعيه عبد السلام العيوني ومروه ابو زياني اللي انا نوجه لهم تحيه. واذا هم موجودين على الساحه الدوليه يرجع في مرحله اولى لجهدهم الخاص وجهد الاطارات الفنيه القائمه عليه. لانه الامكانيات الموضوعه على ذمه العدائين هذوما الزوز، بدون من غير لا ننسوا الجناوي، بدون ما ننسوا احمد الجزيري، هي إمكانيات في أحسن الحالات تجعلهم قادرين على رفع الرأي الوطنية ضمن الدول المشاركة. ما تنجمش تكون قادر للميزانية المرصودة للجهناوي والعبد السلام العيوني والمروة البوزياني، ما تنجم كي تعطيها لأتليت واحد ما ينجمش يكون سير بوديوم. أكيد، وباش يأكدوا لنا سي حمادي، سي حمادي بن سعيد مباشرة من القيروان العزيزة. سي حمادي مرحبا. مرحبا بك ثريا، ومرحبا بالساده المتفرجين. باللطف عليك، الحمد لله صحتك راك بخير ان شاء الله.
والله لاباس توا الحمد لله يا ربي، وان شاء الله على خاطر باش ننظروا في البرنامج نتاعك اللي نحن ديما نلبيو الطلب فيه، حبينا باش نجيو نجيو نشوفوا ونحضروا معاكم ونشاركوا معاكم ونعطيوا للراي العام الحقائق ونعطيوا للراي العام كل ما هو نشاط الادارات الاداره الفنيه للجامعه التونسيه للالعاب القوى. اي سي حماد، يعني توا تقييم الجامعه التونسيه الاداره الفنيه للمشاركه العالميه تقريبا مع مردود به طيب بالنسبه للجناوي وايضا المروه، في العموم النتائج الملاحظين الرياضيين معنا تقريبا اخصائي العاب القوى بين نجم يقول لك به، نجم يقول لك قله الامكانيات اللي ما خلاتش اولادنا هما يتالقوا. نحكيو لوكادو عبد السلام العيوني ما ترشحش للدومي فينال، يجي الجزيري الجناوي نلقاوه تخزيام معناتها في الكلاسمون مونديال، معناتها حي زاد ايضا ليه والمروه يعطيهم الصحه. شنو اللي كيفاش تقيموها انتم المشاركه هذه موضوعيا؟ والله بالنسبة للمشاركة نتاعنا المرة هذه في بطولة العالم هذه يعني نقول مشاركة مشرفة لتونس، وقلتها عندي كانت تتذكر 4 سنين تالي قلت لك رانا باش نوصل بطولة العالم هذه باش ندغدغوا العالم ونقول رانا حاضرين للأولمبياد باريس بثلة من اللاعبين ممتازين. نقول أني التحذيرات اللي كانت عندنا بالنسبة للمروة وإلا للجهناوي كانت تحذيرات نقولوا فوق المتوسط ولا حسن. بالنسبه للجزيري البلاصه بعيده برشا امريكا علينا والفريق نتاعو ما كانش معنا محضر الجزيري كوم الفو، الجزيري حضر كوم الفو حزيري جرى 8-15 يعني وقت نقول لك يعني هو الحد الادنى لبطوله الالعاب الاولمبيه العام الجاي، لكن الجزيري ما عندوش الخبره الكافيه اللي باش يجري مع الافارقه والربويين وكل يعني عندهم خصال كبير في البلوتون. في امريكا يجريوا بالقانون يجريوا معناها عاملين ديكورس معناها حسابيا يبداوا بالحسابات يحسبوا كل مش يجريوا ويتكانز اليوم لازم يجريوا قداش في الدوره، لكن بالنسبه للبطولات البطولات الموجوده في اوروبا كما الدايمون ليغ والى الميتينغ الموجودين هو فريق يخرج منها واحد من غواتيمالا جري منها واحد جري منها يعني لازم النسق هذاك لازم يجري فيه. الجناوي ما قدر باش يواكبهم ويترشح الدور النهائي الا ما خاطر جرى معاهم ما يقارب 4 ولا 5 دايمون ليغات ودي ميتينغ اخرين يعني جرى معاهم يترينا معاهم في نفس الكون دونترينمون يعني اخذ حيز من الخبره كافيه اللي خلاته باش يتعادل الدور النهائي. يعني نقول بالنسبه مثلا لعبد السلام، عبد السلام خذا 5 شهور في الالتيتيود تدرب مع مدرب وقاده ومعاه المساعد سي عمر يحيى. في شهر 30 ماي معناها شهر جوان والجوان انفصل علينا المدرب نتاعه نظرا لي قال هو ما خلصش، لكن في الحقيقه هو عنده معناها تعاقد مع المنتخب القطري مشى معاه، لكن خلينا باش يخليني ديما عبد السلام اون كونتاكت معاه ورياض شنيني ويدربوا معاه. زاد كيف صار انقطاع مع بين عمر يحيى وبين المدرب ما نجمش يكمل معاه ما خلوش يكمل معاه. احنا نقولوا عبد السلام هذاك حد هذاك حد الجهد نتاعو المره هذه، خاطر عبد السلام مشكلته الكبيره انه في لوجور جي مثلا تحضيرات بطوله العالم شهرين وي شهرين قبل بطوله العالم انت يلزمك تركز على المسابقات نتاعك، يلزمك تكون مركز اكثر وتسيب عليك من هاو مدربي هاو الكيني هاو الحاجات هذيك، دونك يلزمنا نحن عبد السلام عيوني يركز اكثر. يعني نقول عبد السلام عيوني مشى بطولة العالم بيرتوربي سو لو بلان مونتال، عبد السلام عيوني جرى دقيقة و46 في شهر فيفري في القاعات، يعني عبد السلام عيوني حاضر باش يجري دقيقة 44 اللي تخليه يكون من الأربعة الأولانيين والخمسة الأولانيين في النهائي. البيرتورباسيون اللي صارت نتاع المدرب أنه تأخرت سلطة الإشراف باش تصب لنا الفلوس نتاع المدرب نتاعو خلاته بيرتربي مونتالمون، ما نقول لكم يعني فيزيكمون عبد السلام عيوني برهم في نص العام وجري 45 في اسبانيا جري دقيقه 46 في القاعه اللي هي تساوي دقيقه 44 ما يقارب دقيقه 44. سي حمادي حبيت نقول لك عذرا على احنا نقولوا ما يشغلته وهو زاد حيز وزاد يضحي ويركز خاطر هيك بطوله العالم مش تولي وي
فوالا سي حماد خاطر كي نقولوا انا يقول لك الكيني تو يتواصل معنا زاد عبد السلام يزمو عبد السلام يزمو يركز ناقصته التركيز عبد السلام ما ركزش مليح في الفتره الاخيره نشوفوا البريب نشوفوا بريباراتور احنا ديجا حتى ونحكيوا حتى على الجينيوي معناتها مش لا كورس نتاع الدمي فينال سي با لا كورس نتاع الفينال فوالا مش كان عبد السلام معناتها ولا معناتها لا بريباراسيون مونتال اللي نحكيو عليها ولا غياب الكيني معناتها نعرف اللي انتم تعاقدتوا مع الكيني نتاع السونتر صحيح كلامك اغزر لي تفضل سي حماد ما تغيبوش علينا اللي كيني بالنسبه اللي كيني بالنسبه اللي كيني عبد السلام العام كامل عنده عام كامل عنده تروا كيني بريسك يخدم معاهم الكيني المتواجده في رادس عندنا كيني اخر سي بالحاج متواجد في سونتر يوربان زاد يمشي يخدم معاه وعندنا في تنقله بالنسبه للطرابوسات مع عبد الله خزان اللي هو كيني احنا كيني انت عبد السلام نهار 19 انت انطلقت من تونس ماشي لبطوله العالم وتجري نهار 22 يعني ما تتطلبش كيني وبالرغم ذاك عندنا كيني تفاهمنا مع السونتر اللي فيه الجيناوي قاعد يحضر انه الكيني نتاع المنتخب الاوغندي اللي هو هي الطليانيه واللي هي اللي تخدم في السونتر هذاك مش تخدم معنا مش تلقى المنتخب معنا وهي كانت الكيني هذه هي اللي حضرت لنا مروه للدور النهائي مروه كانت مصابه في الديكتور نتاعها لعبت الدومي فينال وحضرتها لنا وزاد حضرتها لنا في بطوله في الفينال معناها كان عندنا الاطار الطبي كان معنا موجود معناها يسمى مش لابد يكون معنا شخص نتاعو هو بالذات ولا نتاع غيره كانوا كيني من طراز عالم من طراز عالمي انه مزدوا عملوا خدموا معنا كما قلت لك راهو المونتال بالنسبه للجيناوي زاد انت ملاحظتك في بلاصتها نقول لك انه الجيناوي في الفينال ما كانش حاضر نفسانيا وهذا اللي قاله المدرب نتاعو معناها في الكوتي بسيكولوجي بالنسبه للجيناوي في الفينال ما كانش حاضر كان يمكن تخوف كان يمكن البريسيون اول مره يكتبوا عليه كيما كيكا في الفيسبوك في الانستغرام توانسه كل ركزت ياسر على الجيناوي وعلى الجيناوي ان شاء الله بوديوم وان شاء الله بوديوم ثم شويه خوف مش شويه خوف برشا خلاه يدخل 13 عالمين راهي نتيجه ممتازه وما عادش راهو الناس تستسهل في الاتليتيزم في الترشح الدور النهائي راهي الدول الكل تخدم والدول الكل عندها تبارك الله من الماديات احنا نقولوا ان شاء الله سلطه الاشراف هي الحقيقه سلطه الاشراف مشات معنا سنة وعاونتنا شويه في التيتر دو لكن يعني نقول لها راهو تحذيرات بطوله العالم راهو اللي بيجي اللي اعطيتوهم للاعبين راهم بعاد برشا على البوديوم وعلى الميداليه وعلى حتى الادوار النهائيه يعني نقول انه الجيناوي راهو كلف لنا 65 مليون من سلطه الاشراف باش عاونته بها في كونترا بروجرام نقول لك راهو الكون دونترينمون تاع ايطاليا صرف عليه ما يقارب 200 مليون اخرين راهو معناها اللاعب باش يوصل الدور النهائي توا حاليا يلزمو 300 مليون والميداليه والناس الكل تعرفها الميداليه في العاب القوى يلزمها على الاقل 700 800 مليون باش تنجم تقول راني قاعد مش ندخل للبطوله العالم وعندي اتلات مش يكون عنده ميدايب احنا نقولوا اولادنا راهم ممتازين وديجا كان تتذكر يا ثوريه 2017 و2018 قلناه الكلام هذا راهو عندنا اولاد صغار في بطوله العالم 2016 كانوا ممتازين راهو بخلاف الاربعه هذوما عندنا راهو نصيب اخر من الملاعبيه عندنا لاعبين اخرين راهم كيما فارس الجلاسي ان شاء الله تو رجع راهو في بلجيكا تو يدرب وان شاء الله في القريب العاجل فارس يرجع للساحه العالميه كيف محمد امين التويتي اللي الناس ما تعرفش يقول شبيه محمد امين التويتي تخلف راهو محمد امين التويتي عنده مرض نتاع الكورونا راهي قعدت عنده توا معناها مازال متاثر بمرض الكورونا قاعدين نداويو فيه وقاعد يرجع بشويه للمستوى العالي وان شاء الله السنه القادمه يكونوا متواجدين رياض الشلني كذلك عندنا وليدات ابراهيم الجريدي يكون نجم متواجد ريحاب الظاهر تنجم تكون متواجده رانا باش نخدموا مليح نتفاعلوا معك سي حمادي باش نتلفوا حول اللاعبين هذوما نتاعنا لمده سنه وان شاء الله بالمكتب الجامعي نعرف عنده عزيمه باش نرجع لك المكتب الجامعي سي حمادي جوست نتفاعل معنا سي طاهر حاضر معنا معناها دخله كبيره خاطر دخله كبيره يلزمها فوالا سي طاهر شوف تفاعلا تفاعلا مع كلام سي حمادي انا نوافق 100% انه سي عبد السلام مشى بيرتيربي هذا متاكدين منه لكن دورنا احنا باش نبدو برواحنا كجمعيه والا كمكتب جامعي والا كسلطه اشراف انه عبد السلام ما يمشيش بيرتيربي يمشي مركز احنا ماناش في معناها في حصه تلفزيه باش نشخصوا الوضعيه وباش نحلوا المشاكل انا نقول شنو عبد السلام ماهوش اليوم باش نجوا نقولوا ما يعرفش يجري عبد السلام شرف الراي الوطنيه في محطات عده
اليوم انا نقول ما عادش ثم وقت باش نضيعوه مع عبد السلام ومع غير عبد السلام. يلزم فعلا ناس تقعد مع بعضها، هيئة مديرة للجمعية، العداء، الجامعة، الإدارة الفنية. أكا تشوف أنا النص ما بين مكتب جامعي وما بين إدارة فنية، لأنه يعني إحنا كجمعيات نعرفوا إدارة فنية، مكتب جامعي حديث آخر يطول شرحه. نقعدوا مع العداء، وإذا عبد السلام بيرتربي، وإذا عبد السلام عنده إشكاليات نفسية، وإذا إحنا دورنا باش نأطروا عبد السلام. سلطة الإشراف دورها باش تمول عبد السلام وغير عبد السلام. أي بوتنسيال قادر أنه يرفع الرأي الوطني في المحافل الدولية، دورنا احنا كهياكل ديزانترميديار وكمكتب جامعي ان نأطروا الناس هذوما. اليوم انا ايش نقول؟ ثم عندنا مجموعة كبيرة من العدائين قادرين انهم يمشوا لبعيد. من الظلم ان احنا ما نوفر لهمش. إدارة فنية تعطاها 300 مليون، تعطاها خمسة من الناس باش تحب تطلع على البوديوم ومن بعد نحاسب عبد السلام ولا مروة ولا الجهناوي ما طلعش بوديوم، مستحيل. سي حمادي يسمع فيا، وصلت الإشراف والوزارة عندها الخبراء متاعها، ما نمشوش للتجارب الأخرى. حبيبة الغريبي وقت اللي عملت الميداي قداش تكلفت الميداي هذه؟ اليوم إذا احنا بعشر ميزانية حبيبة الغريبي نحبوا نحاسبوا الجهناوي ولا نحاسبوا الجزيري ولا نحاسبوا إدارة فنية ولا نحاسبوا عبد السلام، راهو ثم شوية إجحاف. شوية إجحاف في حق الهياكل، لكن برشا إجحاف في حق العدائين. أنا إيش نقول؟ هذوما جيل من العدائين خدمت عليهم برشا ناس من المسؤولين من إدارة فنية، خليني نقول من مكتب جامعي. هذا جيل ما يزموش يتعدى إنابرسي، يزم يعمل نتائج. النتائج هذه راهو سي حمادي النجم نسأل مباشرة، هالميزانية اللي تتسلمها الجامعة للعدائين هذوما وين تنجم كإدارة فنية اليوم تهز؟ وين تنجم تهز؟ علاش علاش احنا السؤال الجواب لازم يكون واضح، باش احنا من بعد ما نورطوش العدائين نتاعنا ونصبح انا نحاسب في مروه علاش ما عملش بوديوم، ولا عبد السلام علاش ما عملش بوديوم، ولا جنيوي علاش ما عملش بوديوم. انا نشوف الميزانيه 265 مليون ثلاثه المشو الجنيوي ومروه بوزياني وعبد السلام العيوني، 265 مليون 265 مليون هذوما كي تعطيهم الاتليت واحد غير قادر انه يعمل بوديوم مهما كان البوتنسيال نتاعو، مهما كان عنده في ساقيه ومهما كان هو موهبه، راه مستحيل. مستحيل علاش؟ لانه ناس تجي ماكش تجي واحد تجي مع ناس تصرف في مليار باش تعمل باش تعمل باش تعمل باش تعمل ميداي اولمبيك ولا مونديال، مليار تصرف. احنا اليوم حاجتين، يا اما احنا باش نبقوا نلعبوا على ان الراي الوطني تترفع بين الدول المشاركه، والا تترفع على البوديوم. كان باش تترفع على بين الدول المشاركه، لي زاتليت ماهمش مقصرين، الاداره الفنيه ماشي مقصر، الجمعيات ماشي مقصر. كان نحبوا نتعدوا البالي اخر ماهوش بالشكل هذا، ماهوش بالطريقه هذه. ومادام الاليات هذه راهو يجي حمادي بن سعيد، يمشي حمادي بن سعيد، طاهر زارعي، مكتب جامعي، هذا ما ينجم يقدم حتى شيء. وانا نشوف ثم حاجه انا نحب نقولها، وانا اللي خلانا كجمعيه نحرصوا ان نكونوا حاضرين، لانه تحس انه الحلقه الاضعف هو العداء، لانه ما يتكلمش العداء. العداء ما يتكلمش. وقت اللي عبد السلام حس بالغيظ وتكلم، ولينا نقولوا شبيه العداء تكلم بالغلط. سيدي انا مش باش ندخل في نقاش اللي عداء تكلم بالغلط ولا ما تكلمش بالغلط، على فرض انه سالم تكلم بالغلط. عبد السلام مطالب يعرف يجي، مش مطالب يعرف يتكلم. وما نجمش واحد يقول عبد السلام ما يعرفش يجي. عبد السلام يعرف يجي، مشى بيرتربي، اجا نقعد نقولوا علاش بيرتربي. احنا كجمعيه رانا مانيش من باب اننا ندخلوا في حوايج خطيتنا، لا، من باب ان نعرفوا عبد السلام اللي مازال صغير، نعرف نفسيته باش المدرب نتاعه ولا عضو مكتب جامعي ولا رئيس جامعه باش يفهم عبد السلام كيفاش يخمم. يجي للجمعيه يحكي مع الجمعيه تو تفهموا في درجين عبد السلام كيفاش يخمم. فاكتم هذه هو المطالبين به معناتها كاداره فنيه كجامعه تونسيه للالعاب القوى. هذا نعرف الامكانيات قليله، نحكيو على ثلاثه عدائين، الجزيري تو في امريكا معناتها بلاش عقد اهداف، واحنا نبحثوا معناتها كان ما جاش الدعم شويه من سلطه الاشراف والجامعه اللي ضربت على التيتخ دو، راهو ما لقيناش الجناوي اللي احنا تو ايضا هذا المركز اللي قاعدين ندربوا فيها رحاب الظاهر، ابراهيم الجريدي، هذه النخبه اللي التونسيين ان شاء الله نلقاوها في قدم المواعيد العالميه. سي حمادي، تقييم صار تقريبا باش يروحوا لولادنا، عندنا غدويكا لعبه مازالت مواصله الميتينغ انترناسيونال، مروه غدويكا تلعب زاده ايضا في جامون ليك، وزاده هذه كي تبدا يتم استدعائها معناتها من خيره العدائين العالمين وهي توب 10 توا.
بالنسبة لباقي الرياضيين، بروجرام عبد السلام، بروجرام الجزيري، الجريدي، رحاب، الجناوي، شنني، تويتي، فارس، الازوتخ والقادري الموجود في أمريكا، برشا ولاد عنا في أمريكا نجموا نستحفظوا عليهم وحشتنا بهم وندعموهم ماديا، خاطر ظهرت العاب القوية توا لعبت برشا فلوس. انا شفنا اصدقائنا اشقائنا في المغرب كيفاش معاملين على البقال، كيفاش ربح البقال الميداليه الاولمبيه، ربح الميداليه العالميه، الماراثون زاد ايضا فاطمه الزهراء. معناتها هذايا كله معناتها يلزمنا ناخذوا بعين الاعتبار في هالتوقيت هذا في لابس دو تون القريب قريب الجوز اولمبيك. صحيح. ما ثريا يقول لك حاجه، يعني انه الاولاد نتاعنا عندهم طاقات كبيره برشا كبيره برشا، يعني نقول لك سفيان الشيرني مثلا وهما ديكادي يربح البقالي في ساقيه سيدي يوسف. سفيان الشيرني مثلا ضاعنا ما نعرفش في بين مشى هكاك. نقول لك يعني الاسامي اللي قلتهم انت تو عن 11 لاعب، ما يقارب على 11 لاعب ولاعبه ينجموا يكونوا تاريخ المستقبل تونس في سنة 2025 و26 ولما 28 يوصلوا الناس الكل. يعني نقول لك انه توجد الفلوس راهي الميداليات تجي، راهي نقول لك ميزانية الاتحاد المغربي 87 مليار، تصور انت 87 مليار قدام مليار، تصور انت ميزانية الجزائر يقارب قريبات ال 40 مليار، تصور انت قداش الفارق ما بيناتنا. احنا مازلنا حيرين انه نجموا نشريوا تذاكر طائره ولا، خاطر انت تعرف التذاكر برك فلوس، يعني عندي 455 مليون مش يمشيوا تذاكر طيارات، بخلاف لوجمون تاع لي زاتليت وليبرجمون تاع لي زاتليت بالنسبه للبطولات اللي مش يلعبوها. تصور انت 485 مليون، انت اشتر التيتر 2 انت كليته في الطياره برك، لا تقول لي تحضيرات ولا تقول لي حتى شيء ولا ماني. يعني نقول لكم رانا على قد كسانا قاعدين نمدوا في ساقينا وقاعدين كما قال بكري ستار وكلمة باهية، أنا معناها من عظم نتاع اللاعب قاعدين نمشيو، فهمني؟ قاعدين نعطيو في الأقل ممكن من التحضيرات، أقل مثلا يعني في الموسم اللي فات مرو أبو زيان صرفت عليها من تيتر 2 120 مليون، السنة خذيت 115 مليون مثلا في الكونترا بروجرام تاع مروة، نورمالمون مروة حقها راهي في 200 مليون. كي نأمنوا باتليت وأنا ديجا نقولها، كي نأمنوا بليزاتليت رانا يلزمنا نحطوا عليهم الباكو، مش نقعدوا نستناهم حتى لين يعملوا، راه ما عادش حتى لين يعملوا، راه الدول الكل ولات ماكينات تحضر في اللاعبيه، راهو عندنا طاقات. النوادي تبارك الله نتاع تونس راهي خدمت في وقت الكورونا، خدمت في وقت الفلس كما يقولوا، ماذا مش فلوس، ما عندهمش موارد ماديه وخدموا النوادي ونجونا الوليدات هذوما ونحن خذيناهم على عاتقنا في المنتخبات. يعني نقول لك راهو يلزم نظره كبيره للمراكز. المراكز لألعاب القوى لازم تقعد لألعاب القوى، علاش؟ تو سامبلومون خاطر راهي سي ان سبور بوفر، ما عندناش كاين اللي داخل لنا رياضات كرة قدم وداخل مش ضدهم، يعني تبارك الله عندهم ميزانيات كبيرة باش ينجموا يحضروا منتخباتهم، احنا ما عندناش الفلوس اللي تحكيوا عليها هذه والمليارات هذه اللي قاعدة نسمعوا بها في بعض الجامعات الأخرى. يعني نقول لك راهو بالنسبة للرياضات الفردية راهي رياضات معناها يعني ما عنديش مدخول، ما عنديش مو سبونسور، ما عندناش في تونس دي سبونسور، حتى كان يجي سبونسور لما تهز ميداليه اولمبيه باش يقول لك اجا اخدم معايا ولا اجا عمل معايا، وحتى سبونسور نتاعنا في تونس يعطي مليمات بين بطل العالم وبطل اولمبيه، وقت تراو انتم تراو في الابطال نتاعنا كيفاش يتشكاو مساكن ما عندهمش حتى باش يكري دار ولا باش يعمل حاجه. هذه هي اللي صعوبه. يعني نقول انه راهو عندنا في تونس ابطال لالعاب القوى، راهو مش بالسهل ايطاليا وكون دونترينمون بروفيسيونيل معناها كون دونترينمون بروفيسيونيل في ايطاليا ياخذ لنا اولادنا باش بربع الحق، راهو معناها يعرف انه السيد هذوما راهو يعرف القيمه الفنيه نتاع الرياضيين نتاعنا في رواحهم باش ينجموا يشاركوا بهم هما بيدهم قاعدين يدخلوا بهم في فلوس، فهمني؟ وقاعدين اولادنا نحن. شكرا لك، يعطيك الصحة سي حمادي. بالطبيعة يعرفوا رحاب الظهري الرابعة في العالم، رابعة في العالم ما عندهاش حتى كونترا بروجرام. وعندنا نسينا أسامة فرحات زاد أيضا برشا أسامي، احنا نحكيو عليه الأسامي هذه إن شاء الله مع البطولة العربية اللي باش تصير كدا في عمان. أسامة فرحات، أسامة فرحات يا مدام. وي سي حمادي. بالنسبه لاسامه فرحات يا مدام نقول لك ان اسامه فرحات عنده احسن رقم عالمي سنه،
عنده أحسن رقم عالمي سناء أسامة فرحات. معناه أسامة فرحات إن شاء الله العام الجاي يحظى بكونترا بروجرام هو ورحاب الظاهري، ورحاب الظاهري يعني نوعد الناس الكل أنا مش تكون معاه مع صديقتها ومعناها مروة بوزياني في النهائي، لما لا في النهائي مش تكون معاها في ألعاب أولمبية، ورانا نعرف واش نقولوا، والنتيجة هذه اللي قلناها رانا نحن قلناها من قبل أنها مش تصير هكا، احنا كنا ننتظروا في فارس جلاس لكن الإصابة ما خلتوش. بالنسبة لعب سلام عيوني وكما قلت كنا نأملوا أن دور النصف النهائي يوصل له، بالنسبة لأحمد الجزيري كان يتعدى، كنا نأملوا عنا ثلاثة في الأدوار النهائية في جزيري والجهناوي ومروة، وعبد السلام عيوني يكون لنا هو في دوري النصف النهائي ليه، ونحضروا احنا للألعاب الأولمبية باريس. مازلنا نتابعوا. شكرا ليك سي حمادي. ميدالية من ميداليات مع ثلاثة ذوما. شكرا سي حمادي يعطيك الصحة. إن شاء الله موافقين. سي طاهر في كلمة أخيرة قبل ما ناخذ سي بلقاسم سلمي إسلام. في كلمة أخيرة، أنا نحب المكتب الجامعي يتحمل مسؤولياته ويقعد مع العدائين عبد السلام عيوني مرة وبوزياني ويضبط شنو لازمهم باش ينجم يحاسبها من نهار آخر. إذا أنا ما نوفرش شنو لازم العدائين ما نجمش نحاسبه العدائين نهار آخر. يا شيخ ما نجمش نحاسبه. هذه هذه نحكيو فيها على الناس الكل، على خاطر اليوم كي بتعطيه معناتها نحكيو تسمع على مليارات معناتها 47 مليار، وإحنا نشوفوا البقالي كيفاش الرباعي معاها تخلت خميس تيبل معناتها كيفاش لعبوا، وإلا برشا في البرشا ديسيبلين. إحنا الرباعي نتاعنا هذا إن شاء الله يلقى أكثر دعم مادي، أكثر حظوة، أكثر تأطير نفسي معنوي من الناس الكل باش نلقاهم مره اخرى. ومازال صغير عبد السلام، مازال انا كنت نحكي مع مروه العام نقول احنا طامعين، مازال طامعين فيها، طامعين فيها مازال عبد السلام. عبد السلام مازال عبد السلام تو باش يبدا يعطي تو في التو توب ان شاء الله. باش يعطي نوجه تحيه بالله من المروه بوزياني اللي غدوه تخوض السباق نتاعها في الدايمون ليج جوله 11. تحيه للمدرب نتاعها سي ياسين البرقوقي، وتحيه لعبد السلام العيوني. وعبد السلام يبقى وقت اللي ما غابت الناس الكل توجد عبد السلام باش نور الناس الكل، وبالتالي ما نكونوش قاسين على عبد السلام، نكونوا قاسين في تأطيره مش في حاجه اخرى الاكثر الاقل. بالنسبه للجمعيه توجه تحيه خاصه جدا لبلديه الرجال، لانه احنا جمعيه وصلت قليل هذا بالتمويل، تمويل 80% من بلديه الرجال، البقيه ولايه ووزاره. مازال الحديث على الرجال ان شاء الله في قادم الحلقات.